انا هغلبك، انا معايا ميسي، اكيد هجيب جونين ثلاثة دلوقتي. لا طبعا انا معايا رونالدو، اكيد انا اللي هكسب. يس جون. يا خسارة، انا المدافع بتاعي تعبان قوي. هي الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 10 الصبح. انا هقوم اجيب اي حاجة من التلاجة. هتفطرنا ايه يا علي؟ هنفطر ايس كريم. ولد بتقول ايه؟ ايس كريم على الفطار؟ استحالة، مش هيحصل. ليه يا ماما؟ ده زياد لازم ياكل ايس كريم قبل الدواء، مش كده يا زياد؟ ايوه طنط، لازم اكل ايس كريم عشان انا تعبان جدا. ماشي يا زياد، يعني انا لو كلمت مامتك دلوقتي هتقولي ان انت لازم تاكل ايس كريم قبل الدواء؟ هي ايه رأيك، اكلمها ولا لا؟ خلاص لا ما تكلمهاش. انا قلت كده برضو. شيلي علي الايس كريم اللي في ايدك ده، انت اكلت الفترة اللي فاتت حلويات كتير قوي، كفاية كده. لا يا ماما ما اكلتش كتير، انا ما اكلتش غير حتة بسبوسة وحتة كنافة. انا قلت شيلي الايس كريم حالا. حاضر يا ماما، شلته. خدي يا حبيبي موز، تقفيت ليه ومش هيوجع لك بطنك. يوه موز تاني يا ماما، انا زهقت من كل الفاكهة دي. انا مش عارف ليه يا ماما انت مش عايزاني اعمل الحاجة اللي انا بحبها. يلا يا زياد نطلع اوضتي. ازيك يا ماما، انا رجعت من النادي. مالك يا ماما، زعلانة ليه؟ اخوك علي مش عايز يلتزم باي قواعد في البيت خالص. انا مش عارفة اعمل ايه مع الولد ده. تحب اعملك فطار يا حبيبتي؟ لا يا ماما، انا فطرت سلطة في النادي. برافو يا حبيبتي، يا ريت علي كان طلع زيك بيسمع كلامي. انا جاتلي فكرة يا ماما، انا شفت فيديو من دور مان ممكن يحل مشكلة علي. ايه الفيديو ده؟ هبعتهولك يا ماما، ابي اتفرجي عليه. انا هاخد موزة يا ماما واطلع ذاكر. ايه الفيلم ده يا علي؟ ده فيلم رعب، هيعجبك جدا. لا لا يا علي، انا ما بحبش اتفرج على افلام الرعب، ما بعرفش انام طول الليل. خليك راجل اتفرج. بتعمل ايه يا علي؟ يا ماما بلاش تطلعي فجأة كده يا ماما، انا بتخض. ما انت لازم تتخض من اللي انت بتتفرج عليه ده. انا هطفي التلفزيون حالا. ليه يا ماما قفلتي التلفزيون ليه؟ كنت عاوزه اكمل بقيه الفيلم. انت عارف انا حذرتك تتفرج على افلام رعب بالليل. انا قلت لك قبل كده بلاش تتفرج على افلام رعب لانك بتخاف منها وما بتعرفش تنام طول الليل. يا ماما ما تقلقيش عليا، انا كويس. كويس؟ انت اخر مره اتفرجت على فيلم رعب معرفتش تنام في اوضتك وكيد تنام جنبي. ايه يا ماما اللي انت بتقوليه ده؟ انت خليتي زياد يضحك عليا. يلا شغلي الفيلم يا ماما. البيت ده فيه قواعد ولازم ننفذها، مفيش فيلم رعب هيشتغل تاني. يوه دي ايه العيشة دي؟ وانت يا زياد الدنيا قربت تليل، يلا قوم لازم تروح حالا. حاضر يا طنط. وانت كمان اطلع ذاكر شوية وبعد كده نام. ماشي. يلا يلا خش عليه خش عليه. جون. يس. ايه ده؟ انت قاعد على الكمبيوتر يا علي وساعة 10 بالليل؟ انت المفروض تكون نايم دلوقتي. ماشي ماشي يا ماما، سيبيني بس اخلص الدور ده. ولد انا ما بحبش اكرر كلامي مرتين، سيب اللي انت بتعمله ده. انت ما سمعتش الكلام؟ طب لو ما سبتش اللابتوب حالا انا هاخده منك ومش هتشوفه تاني. يوه انا مش عارف ليه انا لازم انام الساعة 10 وانا عندي بكرة اجازة. المفروض النهاردة اظهر براحتي واعمل اللي انا عاوزه. لو نمت متأخر النهاردة هتصحى متأخر بكرة، وبكرة كده هتنام متأخر فمش هتعرف تصحى تاني يوم للمدرسة. فانت لازم تلتزم بمواعيد النوم بتاعتك كل يوم حتى لو في الأجازة. انا خلاص بقيت اكره النظام اللي في البيت ده. انا لازم اشوف الفيديو بتاع دور مين اللي توتي قالت عليه. الله الفكرة دي حلوة قوي، انا هنفذها بكرة الصبح. صباح الخير يا ماما. صباح الخير يا علي،
انا عامله لك مفاجاه النهارده. مفاجاه ايه يا ماما؟ النهارده يوم حظك، مش هتلتزم باي نظام في البيت وهتعمل اللي انت عايزه في اي وقت. يعني ايه يا ماما؟ يعني قدامك 24 ساعه تعمل فيهم كل اللي انت عايزه، تاكل حلويات براحتك، تلعب براحتك، تخرج براحتك، تنام في الوقت اللي انت عايزه، كل اللي نفسك فيه تعمله. انت بتتكلمي بجد يا ماما؟ يعني اقدر اعمل اللي انا عايزه؟ ايوه، وانا مش هقدر اقولك تعمل ايه وما تعملش ايه، اي حاجه انت عايزها اعملها، بس افتكر هم 24 ساعه بس. يس، ده هيبقى احسن يوم في حياتي. هنشوف. تحب تفطر معايا؟ انا عامله اكل جميل. لا طبعا، انا هفطر ايس كريم. براحتك، اعمل اللي انت عايزه. علي انا هروح الشغل. انت ايه كل الاكل اللي انت بتاكله ده؟ ايوه يا ماما، انا باكل كتير جدا. عارفه ليه؟ علشان النهارده اقدر اعمل اللي انا عاوزه. وعلى فكره يا ماما، زياد صاحبي هيجيلي النهارده وهيبات معايا. براحتك يا علي، اعمل اللي انت عايزه. يلا باي باي. انا مش مصدق يا علي، مامتك سايباك تعمل كل اللي انت عايزه. يا ريت ماما زيها. ايه يا عم، ده هو يوم واحد. مالك يا علي، في ايه وايه الاصوات دي؟ انا بطني وجعاني قوي، تقريبا ما كنتش لازم اكل الحلويات دي كلها. يا ولاد انا هدخل انام، مش عايزين حاجه؟ لا يا ماما شكرا. متاكد يا علي مش عايز نعمل لك عشاء؟ لا لا، عشاء ايه يا ماما، انا مش قادر خالص. انت تعبان من كتر الاكل ولا ايه يا علي؟ لا يا ماما انا كويس خلاص بقى. طب على فكره الساعه 10 المفروض ده ميعاد نومكم، بس براحتكم. ايوه يا ماما، انا مش هنام دلوقتي، انا هقعد اعمل اللي انا عايزه. براحتك يا علي، تصبح على خير. علي انت ازاي تكلم مامتك كده؟ كده غلط يا ابني. مالكش دعوه انت، انا هعمل اللي انا عاوزه، ده اليوم الفري بتاعي. طيب بقولك يا علي، انا عايز انام جدا، ما يلا ننام عشان احنا ورانا امتحان بكره. تنام ايه يا ابني، دي فرصه، احنا لازم نسهر ونعمل اللي احنا عايزينه. استنى انا هفرجك على فيلم رعب حلو جدا. ايه رايك يا زياد في الفيلم؟ حلو جدا. ايه ده، انت نمت؟ اصحى يا زياد اصحى. ايه يا علي في ايه؟ انا مش قادر، انا عايز انام. الساعه لسه 2 بالليل، احنا عايزين نفضل صاحيين لغايه الصبح. لا لا انا مش هقدر، انا لازم اطلع انام، بقول لك ورانا امتحان الصبح، انا اول مره اسهر للدرجه دي. انا هقعد اكمل الفيلم لوحدي. ايه ده، النور قطع، انا خايفه قوي. ايه ده، ايه الاصوات دي؟ يا ريتني ما اتفرجت على الفيلم. هنام ازاي دلوقتي؟ انا حتى مش عارف اوصل للاوضه بتاعتي في الضلمه دي، انا هنام هنا وخلاص. انا بطني وجعاني قوي. يعني انا مخايف وانا بطني وجعاني؟ انا اللي عملت كده في نفسي. صباح الخير يا علي، انت هتصحى ولا لا يا علي؟ ارجوك ما تاكلنيش ما تاكلنيش. طبعا من كتر افلام الرعب اللي شفتها امبارح. انت فضلت صاحي لغايه امتى يا علي؟ تقريبا الساعه 3 الفجر يا ماما. لا برافو عليك، على العموم تعالى ورايا على المطبخ. يلا يا حبيبي انا عامله لك فطار. لا لا يا ماما انا مش قادر، انا بطني هتموتني، انا مش عايزه اكل اي حلويات في حياتي. صباح الخير، هي الساعه كام؟ صباح الخير يا زياد، الساعه 10. ايه الساعه 10؟ الامتحان راح علينا، الامتحان كان الساعه 9. يا نهار ابيض، انا نسيت الامتحان ده خالص. انت ما صحتيناش ليه يا ماما؟ انا مالي، انت كان قدامك 24 ساعه بتتحكم في كل حاجه، انت نسيت ولا ايه؟ صح عندك حق يا ماما، دي غلطتي. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ محدش قال لكم تفطروا لغايه الساعه 3 الفجر تسهروا وتتفرجوا على افلام. عندك حق، ما كانش المفروض نعمل كده. وعامله لكم مفاجاه كمان، بما انكم انبسطتوا امبارح هنكرر الموضوع ده وتتحكموا في حياتكم لمده اسبوع. انا ماليش دعوه باي حاجه. ايه ده بجد يا ماما؟ بطني وجعاني قوي. ايه رايك تاكل ايس كريم علشان بطنك تخف؟ لا يا ماما انا مش قادر حتى ابصله، انا مش عايز اكل اي حاجه. خلاص براحتك، المهم اتفقنا هتاخدوا اسبوع من غير نظام. لا يا ماما انا اقتنعت، النظام في البيت مهم. ايه ده، طب بجد يا علي انت متاكد من الكلام ده؟
ايوه يا ماما، واسمع كلامك في اي حاجه انتي بتقوليها. خلاص بدل ما رجعنا للنظام تاني، اطلعوا يلا البسوا لبس المدرسه. هنلبس ليه؟ ما كده كده فاتنا الامتحان. المفاجاه، انا اتصلت بالمدرسه بتاعتكم وخليت الامتحان بتاعكم الساعه 12. بجد شكرا قوي يا ماما، انتي احسن ام في الدنيا. اهم حاجه يا علي تقتنع، انا بمنع عنك حاجات علشان مصلحتك مش علشان اضايقك، وصدقني لما تكبر وتبقى اب هتفهم الكلام ده. يلا روحوا البسوا بسرعه. حالا يا ماما.